يا عمو برضاي عليكي، خلي دي بتكشف عليكي. صلكن حصه متجوزين لهلا ما اجاكم ضرر. ما في داعي مرت عمي، ما في داعي. ليش ما في داعي؟ يا مشاهير، على شو بدي اكشف عليها؟ المخلوقه عندها 3 اولاد. يو، ليش لهلا ما حبليت؟ والله ما بعرف. العفو منك ام شاهر، يعني عم بقول بركي يعني العقيد ابو فهد. قصدك ابني؟ لا ايوه، شو هالحكي؟ اي والله شاهر رجال وسيد الرجال كمان. طيب ليش؟ العطل مني انا. يو، شلون يعني منك انت؟ انا يا جماعه يلي شفته بهالكم سنه ما حدا شافه، والرعبات يلي اكلتها ما حدا داقه والله. طيب حبيبتي، شو دخل هي بهي؟ يعني انا بجوز بسبب هي الرعبات انقطع دناي وما عاد جيب اولاد. شو رايك ديبي خانم بهالحكي؟ والله ام ادهم معها حق، كتر الرعبات بيقطع الضنا. بقى يا مرت عمي، نحنا صار لازم نجوزه لابو فهد، حرام احرمه من الخلفه. بدك تجوزي جوزك؟ ايه، وشو فيها يعني؟ هو من حقه يتجوز ويجيب اولاد ويفرح فيهم. توبري قلبي، عم تحكي الحكي من جوات قلبي؟ ايه والله، وانا مستعده اروح اخطب له اياها بايدي. شاهر بيستاهل كل خير. خلينا نفوت لجوا، خطيبك هو وامه عم يستنوكي بالصالون. ليش اجوا؟ هي اجوا. سعاد شكري بحبك قدتني، وامه فرحانه فيكي كثير، وانا حبيته. يعني نسينا الماضي؟ يلا مشيتو. وهي كنوزة اخي ابو نجيب، من ذهب ومصاري، والله وكيلكم. تكاليف العزاء تبعه دفعتها من جيبتي، الله يسامحه، مالي من نيه، بس مشان تعرفوا الحقيقه. توكل الله يا رجل، توكل الله. مالك ومال اخوك ابو نجيب واحد؟ لا يا جماعه، الدنيا فيها موت وحياه، واخي ابو نجيب في وراه حريمات، وابن نجيب لابد ما يرجع الحاره. ابو فارس معه حق وكلامه بلوزان. الله يبارك باصلك يا ابو فارس. الله يبارك فيكم، وانا مشان هيك بدي كمان تكتبوا علي شافة ورقة بينوا فيها ذهبات أخي ومصرياته، منهم أمانة برقبتي، الدنيا فيها حياة وموت. إي نعم، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يأتيكم الموت بغتة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إيه أخي، شو عليه؟ هلا لكان بنكتب ورقة وبنمضي عليها كلياتنا، بنخليها بعهدة الشيخ نزير. إي نعم. إيه أبو حماد، شو صار مع أبو حميد؟ والله مثل ما قلت لكم، ابو حميد اهله بعثوا له عند البدو مشان يتعالج، ولهلا ما في خبر. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الله يحسن ختامنا يا جماعه. امين يا رب العالمين. ايش لكن قلعوا من الحاره وما كنا نخلص من سيرتهم. اي نعم يا مو، اي نعم. لو قال شو؟ قال والله لولا دم الخشاب حياه الفوران ما كان وصل للحاره. ومين هذا اللي قال هالحكي؟ زوج عمتي ابو لطفي. أصلاً عمتك أم لطفي وجوزها أنجس من هدينك. إيه والله يا مو صدقتي. لك صحيح يا مو، شو صار مع وفيقة؟ أنت وياها قوم اندفسوا بالأوضة لنحكي شغلة سرية. إيه احكي، ليش في حدا عم يقول لك ما تحكي؟ ليكي ولي سلمى، روحي بمناخيري. ها ماني طايقة حالي، اسمعي الكلمة أحسن لك. يوه على هالمنطق تبعي. لك سلمى، شبك انت التاني؟ شو فيها يعني سمعناكم شو عم تحكوا؟ بعدين مو انت جوزي، لازم اعرف عنك كل شيء. شلون؟ بتعرفي عني كل شيء؟ اه، هيك الخدامه البدريه قالت لي. ولك يا جذبه، انت لازم تعرفي كل شيء عن جوزك، مو عن جوزك وامه. ما بتفهم. شلون يعني؟ يعني قال مثل ما قال المثل. قومي من هون وليه؟ قومي من هون على ابوك على ابوها. العمى. والله هدول التنتين رح يجيبوا لي الخفيف. المهم يا مو،
شو صار بالذهبات اللي لقيتها المفيقة؟ شو بده يصير فيه يا ماما؟ شيء لك ما جابته؟ لا والله يا ماما لسه ما جابته، هلا بنا بدها تجيبه. ما بيجوز يا يابو، ما بيجوز لك، ما بيجوز، لازم تجيبهم مخبينها ياهم. ما بتعرفي الايام شو مخبيت لها يا امي. هلا بنا بطالعهم، يمكن ما قدرت تطالعهم. يا ماما احملي درب طريقك وروحي لعندها، لا ترجعي الا وهن معي. بس اوعى حسك عينك ابي شم ريحه الموضوع. ها لا اعوذ بالله، ابوك ما بتنبل الفوله بتمه. يلا يا مو يلا، الله يرضى عليك، تيسري بس لا تاخذي هالجبال معي. لا لا تقبرني. سعد لي هالصباح. صباحك يا رب، هات عنك هات عنك اخي. بتقبر قلبي هالرجولية، رجال وسيد رجال. هلا بصدق. صدق اخي صدق، ما تب لها القامة يا حق. عليا روحي طلعي لي من الجرة شوية عدس مشان اساوي شوربة لامك. اختي الجرة الاولانية فضيت، طالع من الثانية؟ ايه شو علي اختي، طالعي شو علي. ايه حاضر. وقفي عندك عليا. لا والله ما حدا بيعمل شوربة العدس لمرت عمي الا انا. اخطائي خليها تبل قلبها بشوية شوربة. يوه يوه يوه، من ايمتى كنا وشي مسترقعنا؟ شلونها مرت عمي؟ الحمد لله منيحة. شو وينها رويدة؟ مالي شايفتها؟ عند مرت عمي جوا بالأوضة، تفضلي يا عمو تفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. إن شاء الله بيقبرني هالصباح الملوكي. كيفك تقبريني؟ أهلين مرت عمي. كيفك أختي معدو؟ إن شاء الله منيحة. لسا تكون زعلانين مني من يوم الخناقة؟ يو والله مو الحق علي، كله من أم وضاح. الله يسامحها، الله يسامحها ويجزيها الخير. صحيح تذكرت، إن شاء الله بيسلموا هالإيدين على هالقشة. لك شو قشة بتاخد العقل، بس علقتيني بعمك. ها كل يوم والتاني بده من هاي القشة، كل يوم والتاني بده من هاي القشة. والله صفان يقبر قلبي. إلهي قال لي يا أمي قديش أكلت الشاج، مو مثل القشة اللي أكلتها ببيت عمي. طيب يا عمو ليش ما بتخلي أبي يجيب له شي قشتين ثلاثة ومنروح أنا ورويدة الغالية منطبخ لكم ياهم؟ إيه ما فيها شي. إيه ميت أهلا وسهلا، تطلعي على قبري إلهي. بتجي مع وفيقة؟ لا. يوه ليش ما تقبريني هيك؟ هيك؟ وبالناقص بس وفيقة